داكس داكس اطلع برا العربية دي بسرعة، اطلع برا وهديك اللي انت عاوزه، اطلع. شنطة هدومه بس لو تقولي لي ايه هو الموضوع؟ الموضوع زي ما شفت بعينيك، جوزك مش كده؟ من قلة بختي. وهي هتكون ايه يعني يا بني ادم انت؟ بالهداوة ما تتضربنيش عليا كده، احسن واللي خلق الخال اسيبك في الهو ده لوحدك وامشي. يحق لك، ما انا خلاص بقيت ملطشة. ما اقصدش يا ست، ما اقصدش حقك عليا، بس اصل كلام العقل بيخش العقل، احنا ندرس الموضوع كده ونفسر فيه يمكن نوصل لحل. لف كده واركبي واهدي اهدي. يا برودك يا اخي، ابقى شايفه جوزي بيتعشى مع واحده وبيرقص معاها والاخر بيروح بالليته وتقول له ده؟ في ايدك حاجه تعمليها؟ ههد الدنيا على دماغهم وهخش اجرجرها من شعرها. هتقول عليكي مجنونه ومش هتطولي منها لا حق ولا باطل، وهتقطعي بايدك كل صله بجوزك. وهي عايزه كده؟ ما يهمنيش، ما عادش يهمني. حتى لو جابت لك البوليس كمان هتجيب لنا البوليس؟ انت هتجنني؟ اجننك؟ الاوضه اللي فوق نورت دي اكيد اوضه النوم.